هخشلكوا في موضوع عقيدي برضو تعليقا على كلام الاخ اللي سأل عن البروتستانت. كلمتكم كلام باختصار لكن يجيب معنى كبير. يعني البروتستانتية كانت رد فعل للكاثوليكية، يعني تعبوا من الكاثوليك فانشقوا عليهم في القرن 15 و16 وتكونت البروتستانتية أولا بقيادة لوثر ثم بعد ذلك بكالفن وزوينجل وبعدين كثرت القيادات. أخطر حاجة في البروتستانتية أنهم لا يريدون أي واسطة بين الله والناس، يعني مثلا للشفاعة يقول لك ليه يكون في وسيط بين الله والناس؟ ليه أطلب وساطة ماري جرجس ولا الملك والخليل ولا أي شهيد من الشهداء ما أنا أكون مع الله مباشرة؟ ينكرون أيضا الكهنوت ويقولوا لماذا يكون الكاهن وسيطا بيني وبين الله؟ أنا بيني وبين الله مباشرة، يعني أعترف على الله مباشرة وأخذ الحل من الله مباشرة. والكهنة ما مش داخلة بيه أبدا، ولذلك البروتستانت ما عندهمش كهنوت. ولما واحد فيهم بيسموه القس فلان يقصد به الراعي مش القسيس مش الكاهن، يعني باستر مش كريس، مجرد راعي. كلمة القس دي لا تعني معنى كهنوت. ويعتمد على الآية اللي تقول يوجد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. طبعا الكلام تقيل عن الكفارة والفداء، فلا يوجد إلا وسيط واحد في الكفارة والفداء هو يسوع المسيح. لكن ما نقدرش نقول ان باقي الوساطات ما تنفعش، يعني كويس ان نفد منهم الانبياء والرسل. طب ما الانبياء دول وسطاء بين الله والناس، امال يطلعوا ايه؟ والرسل ما هم وسطاء بين الله والناس. ده بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانيه 5 اخر الاصحاح 19-20 كلام، بيقول نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعز بنا، ننادي أن نصطلح مع الله. ثم هو صلاة بين الله والناس، حتى الأعمال لا يريدونها، يقول لك بس الإيمان. أنا عايز أخش في الموضوع. ممكن أن تكون وسيطا بين الله والناس ولا ما نحتاجش ليها كمان؟ طبعا الكنيسة وسيط بين الله والناس، لا يستطيع أحد أن ينكره. فأنت قبلت الإيمان عن طريق الكنيسة وأخذت المعمودية عن طريق الكنيسة وأخذت التعليم عن طريق الكنيسة وأخذت التوبة عن طريق الكنيسة، وكل الذين كرزوا بالكلمة من رسل وأساقفة ووعاظ ومعلمين كلهم كانوا مندوبين عن الكنيسة في توصيل الإيمان للناس.
وأيضا الكنيسة وسيطة في التعليم، والسيد المسيح حكاية الكراسة والتعليم والمعمودية أوكل بها إلى تلاميذه القديسين وبالتالي إلى الكنيسة، فقال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للعالم كله، العالم أكبر في مرقس 16-15، وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، في متى 28 آخر الإصحاح كده 18-19. فقال لهم اكرزوا تلمذوا علموا عمدوا، وعمل إليهم أيضا بمغفرة الخطايا، قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكن، في يوحنا 20 آية 22-23. وعهد إلى الكنيسة أيضا بمنح الروح القدس للناس، فكانوا يضعون الأيدي على الناس فينالوا الروح القدس كما حدث مع السامرة في أعمال 8 ومع أفسس في أعمال 19. بل عهد إلى الكنيسة أيضا بوضع اليد للخدمة لإعداد الخدام. أعجب مثل في هذا الأمر شاول الطرسوسي الذي دعاه السيد المسيح بنفسه وجعله رسولا للأمم، ومع ذلك في أعمال 13-2-3 يقول فيما هم يخدمون الرب ويصومون قال روح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. طب يا روح الله أدام انت اخترتهم ودعوتهم احنا ايه دخلنا في الموضوع، ما تبعتهم على طول، لا، لابد ان يمروا على القنوات الشرعية. ايه القنوات الشرعية؟ الكنيسة، الكنيسة. فهذا الذي دعي من الروح القدس ودعي من المسيح نفسه بيقول الكتاب فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما بسلام. دعت الى الكنيسة ان هي اللي توضع اليد وهي اللي ترسل الخدام. يبقى ايه؟ ازاي ما فيش واسطة بين الله والناس؟ امال ربنا عين المعلمين ليه؟ وعين الانبياء ليه؟ وعين الرسل ليه؟ بل ايضا يسميهم وكلاء، وما دام وكلاء يبقى واسطة بينهم وبين الناس. بولس الرسول في كورنثوس الاولى 4-1 بيقول اذن فليحسبنا الانسان كخدام لله ووكلاء سرائر الله. وكلاء. وفي تيتوس اصحاح 1 يقول فليكن الاسقف بلا لوم كوكيل لله. ده وكيل. والمسيح بيقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيد ليعطيهم طعامهم في الحين. اذا في وكلاء، في سفراء، في ناس بينوبوا عن ربنا كخدام لي في نقل رسالتي الى بعض. فالكنيسه هي الواسطة التي اختارها الله لكي ينقل الإيمان إلى الناس وينقل التعليم إلى الناس ولكي ينال الناس نعمة المعمودية ونعمة الروح القدس والأسرار المقدسة والتناول من جسده ودمه. ولذلك في آيات لطيفة في رمية إصحاح 10 بيقول يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص، والآية دي دايما بيستخدموها القرآن، يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. فبولس الرسول بيقول
كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ عشان يدعوا باسم الرب، ازاي يدعوا باسم الرب من غير ما يؤمنوا به؟ كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بلا كارث؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ يعني الكنيسه ترسل الناس ودول يكرزوا ويوصلوا الايمان للاخرين وبعدين يدعوا باسم الرب الخير. هذه الكنيسه اللي هي بتشتغل لكي توصل الناس الى الله ولكي تبني ملكوت الله على الارض. والكنيسه لا يمكن ان تمر بلا كهنوت، لان الكهنه دول هم قدام السرائر الالهي. على اي حالات انا عملت لكم كتاب على الكهنوت، يا ريت تقروه. نيجي بقى لمساله الاعمال. في كتير من الناس يتعصبون جدا لدرجه يقولوا ما فيش حاجه اسمها اعمال ابدا ابدا ابدا، لان الكتاب بيقول لا باعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا برصد الميلاد الثاني وتجديد روحه. صدقوني الناس اللي بيقولوا مفيش اعمال والاعمال دي ملهاش اهميه، لدرجه مره سمعت من واحد كان متعصب جدا في هذه النقطه، قال الاعمال دي انا ادوسها برجلي كده. سلام رجلك حبيبي، تدوس على اعمال ايه؟ لنفش سوا. هذا الانسان اللي بيدوس على الاعمال برجله يا ريت يقرا متى الانجيل اصحاح 25 من ايه 31 للاخر عن المجيء الثاني. السيد المسيح قال ايه؟ قال اللي على يمين، قال لهم تعالوا الي يا مبارك ابي ورثوا الملك المعد له من قبل انشاء العالم. ليه؟ لاني كنت جوعانا فاطعمتموني، باعمال ولا مش اعمال؟ كنت عطشانا فسقيتموني، اعمال ولا مش اعمال؟ عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، ثم كل دي اعمال. أعمال بها خلص الذين على اليمين، والذين لم يعملوها الذين على الشمال هلكوا. يبقى الأعمال ممكن بها الإنسان يخلص وممكن بها الإنسان يهلك. وبعدين يجي يعقوب الرسول يقول إيه؟ الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه. ايه؟ مجرد ايمان؟ لا، يقول افتقاد اليتامى والارامل في ضيقهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس العالم. طب دي اعمال. طبعا الايات اللي تقول بالهلاك للاعمال الشريره زي اللي موجوده في كورنثوس الأولى 6 مثلا، لا شتامون ولا فاسقون ولا مأمولون ولا زناه ولا قتل ولا يدخل ملكوت السماوات، ما كلها أعمال. وبعدين الدينونة الكتاب بيقول إيه؟ إن المسيح يأتي في مجده. إحنا بنقول يا دين الأحياء والأموات، هو يقول أجازي كل واحد حسب عمل. إذن الدينونة حسب الأعمال. يقول لك لا، الايمان كفايه. انا عايز نقعد اشرح لك يعني الايمان، لان كلمه الايمان كلمه عامه مش مفهوم. طيب، في مره قعدت مع واحد وكان بيتكلم ضد الاعمال، وقلت له اسمع يا حبيبي، احنا بنتكلم ما هي الاعمال؟ وقلت له 6 انواع من الاعمال. 6 انواع من الاعمال. قلت له الاعمال التي هاجمها بولس
يعني ايه اعمال الناموس؟ يعني اللي كان موجود في الناموس انه يختتن، انه يحفظ السبت، انه يراعي الذبائح، يراعي النجاسات والتطهير، يراعي الاعياد واوائل الشهور الاهله، دي اللي يسموها اعمال الناموس. فبولس قال لهم لا، الاعمال دي ما خلصوش بدون الفداء. فيبقى اول نوع من الاعمال غير مقبول هو مجرد اعمال الناموس. عشان كده بولس الرسول في كولوسي 2:16 و17 قال لهم لا يحكم احد عليكم في اكل ولا في شرب ولا في هلال ولا سبت ولا عيد، التي هي ظل الامور العتيقه. دي امور كانت رموز لحاجات فيما بعد. لا يحكم احد عليكم في اكل او شرب، مش معناها في صوم، لا اكل او شرب يعني الاكل ده حرام ولا حلال، نجس ولا طاهر، والشرب ده حلال ولا حرام، نجس ولا طاهر، ان هي سياسات النجاسات والتطهير. هذه اول نوع من الاعمال الكتاب قال ما يخلصش حد. ثاني نوع الاعمال بدون ايمان، يعني واحد بيعمل اعمال صالحه لكن مش مؤمن، اعماله دي ما تنفعوش. يعني الاعمال السابقه للايمان ما بتخلصش الانسان، لكن الاعمال اللي بعد الايمان ليها اهميه من الشك، لان الكتاب بيقول ايمان بدون اعمال ميت. يبقى الاعمال اللي الكتاب قال ملهاش معنى اعمال الناموس او الاعمال بدون ايمان السابقه للايمان، او الاعمال اللي تجيب البر الذاتي والمجد الباطل، زي واحد بيعمل اعمال حسنه لكي ينظروه واخذ اجره على الارض. لكن في اعمال اخرى مهمه. ايه الاعمال دي؟ الاعمال التي هي شركه مع روح القدس، شركة مع الابن نفسه، اللي قال بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا في يوحنا 15:5، بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. لكن الاعمال اللي انا اخش فيها ويشترك معايا ربنا فيها ويشترك معايا روح الله فيها، هل هذه الاعمال تداس في الاقدام او ملهاش قيمة؟ لشركة الروح القدس، شركة الروح القدس. الأعمال اللي يعملها ربنا على يديك، الأعمال اللي تعملها النعمة فيك، زي ما بولس الرسول بيقول وأنا فعلت أكثر من جميعهم ولكن لست أنا بل نعمة الله العاملة فيا. قال لما انت تعمل عمل ونعمة الله عاملة فيك يبقى ده عمل ملهوش قيمة؟ ده عملته نعمة الله فيك، عمل الروح القدس فيك، عمل أخنوم الابن فيك، ده شركة مع الله. ازاي نقول اللي شركة مع الله ده ملهوش قيمة؟ الأعمال دي لازمة، لازمة أيضا الأعمال التي هي ثمرة للإيمان، لأن لابد الإنسان يكون مثمر. كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. وإيه الثمر؟ هو الأعمال. وإن كنت أنت مؤمن ولكش أعمال يبقى إيمانك ميت. علشان كده بولس الرسول قال الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان العامل بالمحبة. في اعمال تانية كمان بيعملها روح الله نفسه، زي المعمودية مثلا. الاخ ده اللي بيقول الحاجات سنوية دي، مين اللي بيعمل المعمودية؟ الروح القدس هو الذي يلدنا في المعمودية، في ماء المعمودية. عشان كده بيقول مولودين من الماء والروح.
مولود من ايه؟ من الماء والروح. في يوحنا 3:5 مولود من الماء والروح. يبقى الروح القدس هو اللي بيقدس الماء، والروح القدس هو الذي يملك في المعمودية. تقول لي المعمودية دي عمل؟ اقول لك دي عمل روح الله. تقول لي الاعتراف والحل دي عمل؟ ده روح الله هو الذي يغفر الخطية في سر الاعتراف. تقول لي الميرون ده عمل؟ اقول لك روح الله هو الذي يسكن فيك في سر الميرون، عشان كده اسمها مسحة الروح القدس. يبقى عمل ازاي؟ ده عمل روح الله نفسه. سر الافخارستية ده عمل؟ ده الروح القدس هو اللي بيحول القدس والخمر الى جسد الرب ودمه، ده عمل الروح القدس. فهل ننكر عمل الله ونقول دي اعمال، او نقول ان الاسرار اشياء ثانوية زي ما الاخ ده اللي اثر عليه التعليم البروتستانتي بيقول ده عمل الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيعمل في كل الاسرار. الروح القدس هو اللي بيسكن في الكاهن في سر الكهنوت ويعطيه السلطان. عشان كده المسيح قال لهم اقبلوا الروح القدس من غفركم خطاياه وبركاته. يعني اخذوا الروح القدس اللي بيعملوا به الاسرار دي واللي بيدوا به المغفره. ولذلك الكاهن في صلاه سريه في القداس بيقول يكونون محللين من فمي بروحك القدوس. الروح القدس هو اللي يحللهم بس من فمي. يبقى في اعمال شركه مع الروح القدس، شركه مع نعمه الابن الوحيد، وفي اعمال بيعملها الروح القدس لوحده، والكاهن مجرد خادم للاسرار. خادم لمين؟ خادم للروح القدس اللي بيعمل الاسرار. يبقى ادي الاعمال. نقول بعد كده الكنيسه ما تبقاش واسطه. طب هو الروح القدس بيغفر لك من فم الكنيسه؟ الروح القدس بيولدك من الماء والروح في سر المعموديه اللي بيخدمه الكاهن. كنيسة مشتركة مع روح القدس. الكنيسة هي الإناء الذي يعمل فيها الروح القدس، هي الأداة التي يعمل بها الروح القدس. وروح القدس هيكلمك من السماء كده عليك؟ لا، ده الروح القدس بيشتغل فيك عن طريق الكنيسة. يعني الكنيسة هي التي تعظك، وروح الله يتكلم من فم الكنيسه. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. فالروح القدس بيعمل من داخل الكنيسه. تقول لي لا كنيسه لا، خلينا مع الله مباشره. طب ما انت حبيبي مع الله مباشره، لان الكنيسه لما بتشتغل بتشتغل بروح الله اللي فيها. لازم نعرف ما هي الاعمال. أما ما هو الإيمان؟ وده عايز برضه وقت طويل نتكلم عليه فيما بعد، اتفضل.